مراكز تعليمية في عدد من المحافظات اليمنية لتعليم الفتيات النازحات التي شردتهن الحرب وكادت أن تحرمهن من التعليم وكثيرا من الحقوق. طبعا نزوح بعض الأهالي من مناطق الصراع وخروج معظم الطلاب من المدارس بيطلع جيل في يوم من الأيام خالي الوفاض من التعليم، وهذا يعتبر كارثة بالنسبة للوطن، لأنه التعليم يعتبر النواة الأولى واللبنة الأساسية لبناء أي أمة. الضالع واحدة من هذه المحافظات التي استهدفتها مؤسسة ندى، وتحت شعار أحلامنا تتحقق حلم يصنعه الصغار، وهو مشروع يهدف إلى توعية الفتاة اليمنية النازحة وجعلها أكثر دراية بحقوقها، بالإضافة إلى تعليمهن اللغة الإنجليزية والتي قد تساعدهن على تطوير قدراتهم التعليمية، ما قد يساعدهن في تعليم شريحة كبيرة من الأطفال. وهذا ما جعل المؤسسة تستهدف الفتيات، لأنهن يلعبن أدوارا كبيرة في دعم جيل مهدد بالتخلف والتراجع التنموي. تم تدشين مشروع أحلامنا تتحقق لتعليم الأطفال اللغة الإنجليزية، وتم استهداف أكثر من 250 طفل وفتاة في محافظة الضالع وتعليمهم اللغة الإنجليزية ورفع مستواهم التعليمي. قائمين على هذه المؤسسة لمنحهم هذه الفرصة للأطفال النازحين خصوصا الفتيات. المنهج الذي تتلقاه الفتيات في هذه المراكز يتكون من جزء نظري لتعليم الأساسيات وجزء تطبيقي هو الأوسع، حيث يحوي القيام ببعض الأنشطة. مبادرات كهذه قد تسهم بشكل كبير في إيجاد تعليم جيد يرتقي بوعي المجتمع ويحمي الفتاة من بعض العادات والتقاليد التي تقف عائقا أمامها بسبب جهل الكثير، كزواج الصغيرات وحرمان الفتيات من ممارسة حقوقهن المكفولة. انتشال هؤلاء الطلاب من واقع الحرب وإكسابهم مهارات كاللغة الإنجليزية فكرة إيجابية قد ترفع من مستواهم التعليمي. محمد مريسي، قناة بلقيس، محافظة الضالع.